ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم. لو انت اول مرة تشوفني فانا محمد جمال، ودي قناة معلومات وتقنيات. فيديو النهاردة مهم جدا جدا، لان معظمنا كمستخدمين للبي سي او اللابتوب بنيجي نفتح الجهاز بتاعنا بنتفاجئ زي ما ظاهر قدامنا دلوقتي على الشاشة. شاشة زرقاء بتطلب مننا ان احنا نعمل عملية ريستارت، طبعا بيكون نقص في الملفات او النسخة بتاعتنا سقطت، فالجهاز بعد العملية دي ما بيكونش قادر ان هو يعمل عملية الاصلاح وعملية التهيئة للجهاز. ومعظمنا بيبقى عندنا ملفات على الديسك توب، سواء فولدرات او بيانات ومعلومات احنا محتاجينها، وفي برضه فولدرات ومعلومات احنا منزلينها في فولدر الداونلود بنكون محتاجينها. طبعا بعد ظهور الرساله دي اول ما نيجي نفتح الجهاز كلنا طبعا بتيجي عندنا رهبه، وبنحس ان البيانات والمعلومات احنا فقدناها. طبعا من خلال فيديو النهارده ان شاء الله كل البيانات والمعلومات اللي موجوده على الديسك توب وموجوده في فولدر الداونلود هنقدر نرجعها كامله ان شاء الله. تابع معايا الشرح، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تضغط لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يصلك كل جديد بنقدمه، ويلا بينا نخش في الشرح على طول. هنيجي نضغط على زرار الباور مع بعض. هنلاحظ ان ظهرت معانا رساله بريبيرنج اوتوماتيك ريبير، هنا بتتم عمليه تحضير الاصلاح الاوتوماتيك للويندوز. لسه الويندوز بيكتشف عملية الإصلاح. هنلاحظ ان ظهرت معانا رسالة الشاشة الزرقاء بيقول لي اوتوماتيك ريبير، هو فشل في عملية الإصلاح. لو جينا حتى هنا ضغطنا على ادفانس اوبشن وجيت عملت تروبل شوت وجيت ضغطت على ادفانس اوبشنز وجيت عند سيت اب ريبير، هيفشل الجهاز برضو في عملية الاصلاح. وفي الحالة دي انا البيانات بتاعتي انا قلقان ان هي تكون فقدتها، فهحتاج ان انا دلوقتي جهاز تاني علشان اخد منه اسطوانة الهيرن، وهنبدأ نطبقها مع بعض. هنا احتاجنا جهاز تاني عليه اسطوانة الهيرن، منزلين اسطوانة الهيرن وبرنامج الروفوس، وهنحتاج فلاشة معانا، وهنشبك الفلاشة بتاعتنا في الجهاز. هتبدأ تقرأ معانا الفلاشة، هنبدأ نفتح برنامج الروفوس وهنضغط على سيليكت علشان نختار اسطوانة الهيرن، واضغط على الفولدر، هاجي اختار اسطوانة الهيرن واضغط كليك واوبن. هتبدا تقرا معانا الاسطوانه على البرنامج كده، وهنيجي نختار من الاوبشن هنا ام بي ار، وهننزل نضغط على ستارت ونضغط اوكي. هو هنا بيطلع لي رساله تحذير بيقول لي ان هتتم عمليه الفرمطه، لو في بيانات مهمه على الفلاشه هتتمسح. هقول له اوكي. بتبدا عمليه حرق اسطوانه الهيرن على الفلاشه، لحظات وعملية انتهاء الحرق هتنتهي. كده تمت انتهاء عملية حرق اسطوانة الهيرن على الفلاشة. اضغط كلوز. هنا خدنا الفلاشة اللي حرقنا عليها اسطوانة الهيرن، هنحطها في الجهاز بتاعنا اللي فيه المشكلة. هنا شبكنا الفلاشة، هنبدأ نعمل عملية ريستارت للجهاز بتاعنا. هنضغط على Advanced Options كليك، وهنضغط على Continue كليك، هنضغط على Skip، وهنا الاوبشن عندي البوت اف 9، هاجي هضغط على اف 9 علشان انا اتش بي، انت حسب جهازك. هضغط على اف 9 وهاجي واختار اسم الفلاشه بتاعتي سان ديسك، هضغط انزل عليها كده واضغط انتر. هنا بيتم عمليه التحضير للدخول للويندوز عن طريق اسطوانه الهيرن. هنلاحظ ان اسطوانه الهيرن فتحت معانا براوز كده للويندوز 10، اقدر اتحكم واخد الداتا بتاعتي اللي موجوده على الديسكتوب. انا كده ما خسرتش البيانات بتاعتي. لو جينا فتحنا زيز بي سي، ضغطت دبل كليك واكبر الشاشه، هنا انا عندي 3 بارتيشنات، عندي بارتيشن السي وعندي البارتيشن اي وبارتيشن اف. احنا طبعا هنروح على بارتيشن السي، هنضغط دبل كليك وهننزل تحت بالسكرول، وهنيجي عندي يوزرز، نضغط دبل كليك. انا كان عندي المستخدم بتاعي انا عامل يوزر باسم محمد، اضغط دبل كليك وهاجي عند ديسكتوب واضغط دبل كليك.
هلاحظ ان انا عندي البيانات والملفات كلها موجودة في الفولدر اهي. اقدر لو نزلنا بالسكرول كده هلاحظ ان البيانات كلها موجودة بتاعتي اهي. عندي برنامج الروفوس وعندي صور وعندي حاجات ملفات خاصة بالشغل بتاعي. اقدر من خلالها ان انا اطلع كده واجي في حتة فاضية واجي واضغط كنترول A واجي اقف على اي بارتيشن واضغط كليك يمين واجي اخد الملفات بتاعتي كات وانزل بالصفحة بتاعتي واجي وافتح تاني زيز بي سي دبل كليك واكبر الشاشة. اقدر انقل الملفات بتاعتي في بارتيشن الاي دلوقتي بامان. لو ضغطنا دبل كليك كده اجي حتة فاضية واضغط كليك يمين واجي اختار نيو فولدر هينزل معانا فولدر جديد كده اضغط عليه دبل كليك واقدر من خلاله ان انا انقل الملفات بتاعتي كليك يمين واجي بيست اضغط كليك. هنلاحظ ان البيانات بتاعتي بتتنقل وانا كده اهي البيانات بدأت تنزل معانا. انا كده ما فقدتش من خلال الخطوة دي خدت كل الملفات بتاعتي اللي كانت موجودة على الديسكتوب وبكده يبقى انا قدرت احافظ على الملفات بتاعتي. طبعا البيانات بتاعتنا كلها بدأت تنزل اهو وكده قدرنا نحافظ على البيانات والملفات بتاعتنا. كلنا معرضين ان احنا ممكن في مرة نيجي نفتح فيها الجهاز نلاحظ ان الجهاز سقط ويندوز او محتاج ويندوز. طبعا من خلال الخطوات دي قدرنا نحافظ على البيانات والمعلومات بتاعتنا. نفتكر ان احنا خسرنا البيانات والمعلومات اللي موجودة على الديسكتوب. طبعا هنا قدرنا نحافظ على البيانات والمعلومات بتاعتنا والمعلومات دي كانت مهمة وانا كنت في حاجة شديدة ليها. لو جينا هنا اخترنا ونزلنا اخترنا نلاحظ ان احنا قدرنا ناخد الملفات بتاعت الديسكتوب بتاعتنا على اليوزر اللي احنا كنا عاملينه. طبعا الخطوات دي مهمة جدا. طبعا انا مستني رأيكم في التعليقات وما تنساش تضغط لايك لو انت مكمل معايا لغاية دلوقتي. لو الفيديو فادك ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد بنقدمه وتنتظرونا في فيديوهات قادمة ان شاء الله. مع السلامة.